يعني شفنا الفيديو وهو يمكن من الفيديوهات الجد بتاعتك اه وفايرل جدا ومؤثر، وانتي كمان كنتي متأثرة جدا بالفيديو. انا مش عايزة اتكلم معاكي في تفاصيل انتي شرحتيها تقريبا في اه الفيديو، لكن عايزة اعرف منك يعني رأيك عن المسلسل، عن انه في بعض المسلسلات دلوقتي بتركز قوي في القضايا الشخصية اللي ممكن تكون محدش اتكلم عليها قبل كده. ايوه شوفي، هو الفيديو ده يعني مش عارفه، يمكن من الفيديوهات اللي انا لما نزلتها طبعا هو فايرل قوي، وناس كتير اللي هو شافت برضو جزء تاني من من معاناة. حياتك. ويمكن حتى في الفيديو ده انا مش بس كنت بتكلم على، يعني خدي بالك المسلسل بيتكلم على معاناة منى زكي كانت مع الاهل وكده، مش بس الاهل، لا كمان القانون ذات نفسه بتاع الوصايه من القوانين الصعبه. فانا اساسا انا خريجه كليه الدراسات القانونيه والمعاملات الدوليه، فانا اساسا ميجر من الميجر بتاعتي الحقوق. فالقانون ذات نفسه اللي هو ايه، ما تعرفيش تحسي ان الام ما بتاخدش حقها، فدي كانت حاجه صعبه. انا دايما يعني عندك مثلا وجهه نظر مثلا في حاجه انت كنت شايفاها عايزاها تتعدل مثلا في انا كنت شايفه، خصوصا ان انا لمست الموضوع ده قوي ايوه في انا بابايا توفى، ولما ده حصل، حتى لو مفيش اي مشاكل او مفيش اي خلافات ما بين الاهل، فكره ان انت اللي هو تعالى بقى وانت زعلانه وبتعيطي وباباكي ايوه متوفي ومش عارف ايه، بتروح برضو للجد اللي هو برضو اكيد متضايق وزعلان على وفاه ابنه وكل الكلام ده، تعالى بقى يا جد روح مش عارف ايه هتتنزل ولا مش، فجاه بتلاقي نفسك دخلتي في مشاكل اللي هو مش عارفين تحزنوا حتى، مش مستوعباها في عز لا جده المشكله. عارف يحزن ولا انا ولا انتوا عارفين ولا صح. احنا عارفين نحزن ولا حتى وبعدين طب خلاص، طب التنازل تم او كل الحاجات دي تمت، تلاقي مشكله قدامك، مشكله المجلس الحاسب ذات نفسه بقى، فلوس مش راضيه تطلع، كل حاجه في فاتوره، كل حاجه اكيد مش عارف طبعا. ايه. فلما طبعا شفنا كأن الام دي مثلا مش هتبقى وصيه امينه على اولادها بالظبط، يعني. فانا اللي هو كنت بشوف مامتي، وانا مامتي هي نص البيت مع بابايا طول السنين، طول سنين عمري، يعني انا اتعلمت ان ماما دي نص البيت مع بابا طول سنين العمر. فاللي هو فجأة كده ماما دي ملهاش أي حق. ماما دي ملهاش أي حق خالص. هي ليها بس حق إن إحنا وطبعًا برضو شفت اللي هو يعني فجأة كده في وسط الحزن، يلا أصل في ورق، أصل في مش عارف إيه، أصل في، فطبعًا كل الكلام ده مش لذيذ. يعني هو بصي أنت عندك حق طبعًا. يعني فجأة بتلاقي الكلام ده كله مش لذيذ. فأنا اتبسطت قوي لما حتى شفت المسلسل. احنا طبعا اللي هو في الاخر وفي الاول دي قوانين بلدنا واحنا بنحترمها، ومية ومية اكيد المشرع لما حط حاجه زي كده اكيد كان عنده وجهه نظر. بس دايما دايما في كلمه بيقول لك ايه، النص لو الحياه اتطورت لازم النص لازم يتطور. النص يتغير بالظبط، ويمكن حصل مناقشه بسبب بالزبط. المسلسل طبعا، وحاليا هو طبعا في مجلس النواب. فانا لما في تطوير بيحصل زي ما انت بتقولي بالظبط، وطبعا وانا مبسوطه طبعا بكل التطويرات عامه اللي بتحصل في اي حاجه. فلما وان بقى عندنا اللي هو دراما بتعكس فبتوصل على طول، فبيحصل تغييرات، فدي حاجه تشرف يعني. فلما ده حصل انا اتفرجت المسلسل، لمسني ليه؟ لان اللي هو ده انا عشته وشفته. فلما طلعت حتى اخر حلقه، انا عملت ده اخر حلقه، اخر حلقه كانت صادمه جدا، يعني انا كتير قوي كنت اشوف مامتي بتنهار من العياط والتعب والبيت، وحتى كمان اهل بابايا انهيارات، وروح هات الورق، فكل ده انت بتشوفه، فانا شفته فطلعته بشكل تلقائي، فعشان كده هو يمكن لمس الناس قوي. هو حاجه حقيقيه انت هو لمس عشت الناس فيها. ويعني انا من الناس اللي اقدر اقول لك ان انا بحييكي على ان عارفه اللي هو انك لا فعلا بتخرجي بره الصندوق. انا بقول انا عشت حاجه زي دي وكل حاجه، لان انت برضو زي ما انت قلتي انت مؤثره في الناس حواليكي بالظبط، ومخليه البنات والصغيرين او 18 سنه، وده سن نقدر عليه سن حرج او سن يعني ان هو تكوين الشخصيه بقى والخروج للحياه. ففعلا يشوفوكي في جميع انواع الحالات اللي ممكن تكون بتعدي عليها، وان حياتك بالظبط مش بامبي دايما لازم والدنيا بقى. مش انا بحب قوي ان انا باين ده، يعني بحب قوي ان انا لازم ابين للناس، عشان الناس دايما بتبقى شايفه اللي هو انت شفت بتروح وبتيجي وبتعمل ومش عارف ايه. لا لازم الناس تبقى فاهمه انه لا في دراما وفي بالظبط كل حاجه، بس ما مش ما حدش بيطلع يقول مقاسيه على الهواء يعني فاهم. انا بس لقيت انه فعلا في مسلسل عرض ده فنوهت على حاجه زي حلو كده. ده طب بقى نتكلم من المسلسلات ونتكلم على التمثيل والدور اللي جه وما جاش في الاخر واللي حصل ده بتحصل معانا كلنا. انا عارفه انت زميلي. ده يا لهوي.